مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفقرة أو حلقة استثنائية للأطباء السبعة. موضوع كتير مهم، سمعنا عنه كتير، انتشر كتير، غطيناه وحكينا عنه بالأطباء السبعة كتير، بس فقرة اليوم فقرة استثنائية، حبينا نطرح الموضوع بكل وضوح وبكل مصداقية لحتى نكون ونوصل رسالة من خلال الأطباء السبعة. دائما نحن نحكي الأطباء السبعة هدفه ورسالته الأساسية هي نشر المعرفة الطبية ونشر المعلومات الطبية الصحيحة اللي موجودة عند كل واحد فينا، واللي بالأول وبالآخر هدفها توصل لكل حدا معلومة صح وتغير من كل حياة حدا لإشي إيجابي. واليوم بدي أرحب بضيوفي، أهلا وسهلا فيكم دكتور فراس هواري، مستشار طبعا للأمراض الصدرية، شرفتنا بالأطباء السبعة، وزميلنا الدكتور عمار حياري، أهلا وسهلا فيكم. يعني موضوع انتشر كتير وحكينا عنه كتير، وأنا هلا وأنا بحكي معكم وبدأت الفقرة بدأت أفتح بالكومنتس وبالرسائل اللي بتوصل للأطباء السبعة، بجزء وأحكي لكم عدد الرسائل اللي وصلت لما حكينا عن الموضوع بواحدة من الفقرات اللي قبل، هي آلاف الرسائل من الأردن ومن خارج الأردن عن موضوع السيجارة الإلكترونية. دكتور فراس، بحب أسمع منك إيش اللي عم بصير، زي ما سألت قبل هالمرة إيش اللي عم بصير. هو شيء بسيط، نعم. المدخن دائما يشعر أنه يجب أن يقلع عن التدخين. لما طرحت السيجارة الإلكترونية من أكثر من 10 سنوات، تم طرحها كبديل أكثر أمانا وأقل خطرا، خلينا نعم. نحكي من السجائر العادية. للأسف لما تم طرح هذا الكلام وقاموا بطرح الرقم 95% أقل خطرا، نعم، لم يكن هذا الكلام مبني على أي دراسات علمية، وإنما كان مبني على القياس. يعني حكينا أنه بما أنه هذه عبارة عن سائل بتم تسخينه، ما فيها تبغ، ما بينتج عنها قطران، ما بينتج عنها أول أكسيد الكربون، إذن هي 95% أقل طيب. ضررا. لكن هذا الكلام نعم. ما كان في دراسات علمية تثبته. فعلى مدى 10 سنوات السابقة وعندما زاد استخدامها بشكل كبير، بدأنا اليوم نشهد نمط جديد من الأضرار هو نادر الحدوث في السيجارة العادية. نعم. طبعاً إحنا السيجارة العادية خطيرة جداً، تقتل سنوياً 7 ملايين شخص. أوكي. من الأمراض المزمنة. نعم. السيجارة الإلكترونية حديثة العهد، إلى 10 سنين في السوق. طيب كلامك أكيد دكتور، وهلا هذا الحكي إحنا كنا متفقين عليه، ولكن السيجارة الإلكترونية لها 10 سنين ومنتشر لها 10 سنين، هل ما كانت كافية هاي 10 سنين بأنه تطلع دراسات؟ ليش إحنا بنسمع خلال هالكم من شهر صارت الناس تطلع وتحكي إنه إحنا ضد السيجارة الإلكترونية، عكس السنة الماضية أو حتى بداية السنة كانت الناس كلها بتحكي معها، وحتى أكبر مواقع العالم نزلت بأنه روحوا دخلوا سيجارة إلكترونية، أكبر مستشفيات أمريكا صارت تصرف السيجارة الإلكترونية داخل المستشفى، الطبيب صار يقول يحكي للمريض أنت بتدخن، هاي وصفة إقلاع عن التدخين سيجارة إلكترونية. طب ليش هلا عم بصير ونحن نحكي إنها مش صح؟ سؤال رائع. اللي صار خلال السنوات القصيرة هاي اللي هي بنحكي إحنا من 3 أو 4 سنين وجاي، نعم، تزايدت أعداد المستخدمين، تم حقيقة السيطرة على السجائر الإلكترونية حتى من قبل شركات التبغ. يعني اللي بصنع السيجارة العادية هو نفسه اللي بصنع الآن السيجارة الإلكترونية. نعم. فما يفهم الناس منا إنه إذا إحنا ضد السيجارة الإلكترونية إذا إحنا مع شركات الدخان أو السيجارة العادية. أكيد. لا، المصنع واحد. من هون بدي أروح وأرحب كمان مرة بزميلنا الدكتور عمر. يعني أنا بدي أشكرك كثير بأنه أنت كان عندك الجرأة، والدكتور عمر هو زميلنا طبيب وكان عنده الجرأة ليكون معكم اليوم بشكل استثنائي، هو طبيب رح يحكي خبرته كطبيب بس بمجال السيجارة الإلكترونية. دكتور، حابين نسمع منك إيش اللي صار معك بالضبط، واحكي لنا وخذ راحتك وإحنا معك. شوف دكتور، أنا كنت من يعني يمكن أكثر أدفكت يمكن تلاقيه للسيجارة الإلكترونية. نعم. أنا أخلعت عن الدخان قبل حوالي 4-5 سنوات وتركت الدخان كومبليتلي. بعدين يعني كنت اتسلى مرات اخذ لي سيجاره واسحب لي نفسين ارجيله لحد ما اجتني السموك، الجهاز الفيب الكبير، هي تجي حاجه اكبر. يس. اجتني وعجبتني هالشغله وهالفليفرز. بعدين تحولت من هذا الالكترونيك سيجارات الصغيره اللي بتعطي سولت نيكوتين سولت وعلى جرعات اكبر، ومع هيك الشعور اللي كان يصير بالاول اللي هو تبع السموكرز كف واللي تصحى الصبح والقحه والبلغم هذا كلياته كان مش موجود. خف انت حكيت والله اوه يس. حتى على الجهد طلعتك على الدرج حتى ماتش بيتر ذان سيجرت. حلو. لحد ما بيوم من الايام انا مداوم بحكي لزميلي خلينا نطلع نتناولنا فنجان قهوه، وحاس حالي مش مزبوط زي ما حكيت لك، فقدت الوعي فجاه. بعدين بحكوا لي انه انا وقف عندي التنفس،
النبض بطل محسوس، صار ضعيف جدا. وزميلي اللي كان معاي صديقي هو اساسا بلش ينعش فيه، يتنفس من فمه لفمي، يعني ينعشني انعاش وهو عم يبكي لانه بالنسبه له انا متت، ولوني بحكي لي يعني صار كحلي، ما في اكسجين بالدم. حملوني بعدين، كنت بوحده الغسيل، حملوني للانعاش. بالانعاش اجى الطبيب الباطني المناوب وعم بتطلع علي انا، هو تدرب عندي يعني الطبيب المناوب، بيقول لي انا بدي احطك على جهاز تنفس اصطناعي ومحين عليك. نعم. بنسميه painful stimulus، يعني بمحفز مؤلم، صحاني واخذت اول نفس. انا جزء منه، من الشغلات اللي صارت معي مش متذكرها، اللي كانوا يحكوا لي اياها مش متذكرها، بس بتذكر حالي لما انتبهت على حالي قديش نفسي كان تعبان، وحاطين لي جهاز قياس الاكسجين مع العلم انه كنت على اكسجين ماسك، وجهاز قياس الاكسجين عم بقرا 77%. انا كاخصائي بعرف شو يعني 77% لواحد على اكسجين. طب بلحظتها وانت بالاي سي يو كنت نص صاحي او صاحي او بعد ما صحيت بشوي، قلت انا هاي سببها سيجاره الكترونيه، ولا قلت بصير شو اللي صاير معي؟ لا، اول شيء خطر ببالي مرتي والاولاد. انه ايش بده يصير، كيف بدهم يدبروا حالهم؟ انا حاسس حالي فعليا راح اموت. وبتذكر حالي وانا عم بقح على الماسك، بشوف رذاذ الدم على على الماسك، وشلت الماسك وانا عم بقح. شو مرعب انك كطبيب تشوف هال شيء؟ مرعب جدا، شيء مخيف جدا. وبشيل الماسك وعفوا بطلع الدم، يعني بقول لك كاسة شاي كل مره. شعور مخيف جدا والحمد لله. طيب الاعراض دكتور فجاه، يعني ما فيش شيء قبل، يعني عشان يجاوبك الدكتور، ما كان عندك اعراض ضيق نفس فجاه هيك فقد الوعي تماما؟ ليش فجاه صارت معك؟ حسب نوع المرض، يعني احنا كنا نحكي عن الليبويد نيمونيا او النيمونيا الزيتيه، هاي اللي ممكن تصير، هذه لا قد تكون متدرجه. اللي صار معه اللي هو النزيف الحاد الرئوي، هذا ممكن يكون مفاجئ فحسب نوع المرض. لكن الشيء المرعب في هذه القصه انه احنا بنتحدث على شيء يتم الان حظره في كثير من دول العالم. نعم. مثل استراليا، مثل النرويج، العديد من ولايات الولايات المتحده، في الهند، بينما احنا في الاردن الان نتجه نحو تشريعه وتقنينه، وضع القوانين اللازمه. وانا حسب معلوماتي انه مؤسسه المواصفات والمقاييس ومؤسسه الغذاء والدواء وضعوا مواصفات. احنا نتمنى انهم يتريثوا، نتمنى انهم ما يقوموا فقط بنسخ المواصفات اللي كانت موجوده في السابق قبل ما العالم يعرف هذه الخصائص. أوكي. نتمنى انهم يعيدوا النظر بنسب النيكوتين، النكهات الخاصه، النكهات اللي بتشدد على او بتساعد على الادمان، ايضا في الجهد تبع البطاريه، اذا هم ناويين يدخلوها على الاردن، يا ترى احنا هل بقدرتنا أن نستوعب هذا الحجم اللي ممكن يصير عندنا من الأمراض؟ مؤسسة الغذاء والدواء مشكورة أصدرت كتاب قبل يومين، وصلنا حقيقة تعميم، لا حقيقة طلبت بالتبليغ عن الحالات اللي ممكن تكون في الأردن. إحنا الآن بنحكي مع الدكتور عن أول حالة لزميل طبيب إلنا، أيضا سمعنا عن حالات أخرى، يعني صحيح. هاي التعليق اللي أجا عندك على علق إنه صار معه مرض. أنا في إشي جديد نزلوا CNN من أيام، CNN بتحكي إيه سيجاريتس change blood blood vessels، هي بتغير الشكل أو الأوعية الدموية بعد مجرد تجربة واحدة. هاي دراسة جديدة، شو تعليقك عليها؟ هاي جديدة، هذا مش مستغرب أبدا، لأنه إحنا بنعرف إنه نفس هذه الدراسات قاموا فيها بالسجائر العادية، ووجدوا أنه تدخين سيجارة في خلال أول نص ساعة أو 10 دقائق بتأثر على الشرايين اللي في الجسم، تعتمد أي شريان تطلع عليه، سواء كان الشريان الأورطي الكبير. نعم. أو الشرايين التاجية اللي هي بتغذي القلب. فبالتالي أنا مش حقيقة متفاجئ، لأنه إحنا بنحكي عن مادة النيكوتين اللي هي أصلا مستخلصة من نبتة التبغ. هذه النبتة السامة لا يأكلها أي كائن حي، النحل ما بيجي على زهرها، والأرض اللي بتنزرع فيها لا ينبت فيها شيء لمدة سنتين. إذن هذا المستحضر اللي هو النيكوتين، واللي هو المركب رقم واحد اللي موجود في المستحضرات اللي نستخدمها لقتل الحشرات، لأنه حقيقة ما يقتل الحشرة سواء كانت الصراصير أو غيرها هو الشلل اللي بتحدثه مادة النيكوتين عند هاي الحشرة. إحنا الآن عم بنوصله بتراكيز غير مسبوقة، حتى أيام السجائر ما كان تصل تراكيز النيكوتين إلى الدماغ
بالشكل اللي بتوصله الآن من خلال السيارة الإلكترونية. دكتوري بعد ما الحمد لله والحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك. نحكي كم لك أنت فعليا طالع من المشكلة هاي المرضية وشو هلا الوضع؟ يعني أنا صار لي شهر من بداية المرضى. بس بدك تعرف شغلي أنا الحمد لله I look well بس لسه يعني حسب الفحوصات اللي سويتها بالأخير لسه نسبة الأكسجين متدنية عندي وبتنزل بزيادة مع الجهد. لساتني مش أنا يعني ما صار عندي إن شاء الله بترجع أحسن. الله يخليك يبارك فيك. لسه ما صار في شفاء تام يعني. طب لما تشوف حدا بدخنها ببالك شو أول شيء ببادر؟ اللي بعرفه واللي ما بعرفه الحمد لله عم بحكي له إنه أنا طلعت من الموت. يعني لو بالسيارة لو جنبي بالسيارة بحكي له أنا طلعت من الموت من الشغلة هاي. طيب راح نرجع نحكي معك يا عمار وبحب أسمع منك طبيا شو اللي صار معه. طبيا صار معه أحد الأمراض اللي وصفت الآن حديثا واللي اختصت فيها السيجارة الإلكترونية وهو نزيف رئوي حاد وشديد وبيكون عادة على الرئتين مع بعض. طبعا هناك عدة أنواع من الأمراض الرئوية بنسميها إحنا في الالتهاب الرئوي الزيتي أو الليبويد نيمونيا، النزيف الحاد في الرئتين، هناك التهابات متعلقة بالتحسس نتيجة المواد، هناك أيضا التدمير العام والشامل للحويصلات الهوائية نسميه ديفيوز الفيولر دامج. طبعا في عدة أمراض حادة وهذا اللي بدنا إحنا نوجهه كرسالة للمجتمع. في كتير ناس بحكي لك يا أخي الدخان بقتل 7 ملايين، مظبوط، لكن هذا النمط من الأمراض لم يكن معروفا عند السيجارة الإلكترونية وكان نادر الحدوث عند السجائر العادية. يعني إحنا السجائر العادية بنعرف قلب وسرطان وكذا، بس هذه الأمراض اللي ما كانت موصوفة حددت أنه في نمطين من الأمراض اللي لازم ننتبه إلها وتسببت حقيقة الآن في أكثر من 17 وفاة في الولايات المتحدة، أكثر من 800 إدخال إلى المستشفيات. فهنا اللي بدنا نوجهه كرسالة للمواطن، الموضوع لا يتعلق فقط بالوفيات المزمنة، ولما كانوا يحكوا عن 95% أقل ضرراً هاي الأرقام والوفيات والأمراض ما كانت معروفة. أوكي. يا ترى وين منصنف الرقم الآن؟ أوكي. بعد ما كنا نحكي عن 95 هل صارت الآن 50% أقل ضرراً؟ طيب. دكتور عمر أنا إحنا فاتحين الأطباء السبعة مباشرة وفي كثير أسئلة وتعليقات عم توصل بنحب إحنا نحكيها بكل شفافية للناس. أحد المتابعين بيحكي لك سحبة السيجارة أو اللي هي البوت سيستم، أنا بدي تفهمها فيها أكثر مني، هي أفضل بديل للتدخين، أفضل من الفيب، أولاً تعطي نيكوتين أفضل للمزاج، لكن نصيحة ما تتعدى ناصحنا هو بعطيهم نصيحة 25 إلى 30 ملي من النيكوتين، ثانياً أقل تكلفة خاصة لو تطلب المودات من الخارج. فبيحكي لك إنه بتحكي عن 25 إلى 30 ملي نيكوتين، كم أنت كنت لما كنت تدخن؟ قديش كنت؟ أنا دخنت على 30 ودخلت على 25 دخنت على 50، آخر شيء كنت شيفتينج بين 50 و 30 وأكثر على الكونسنتريشن بصراحة على 50. أوكي. أوكي. هلا بالنسبة لحتى الثلاثين معتصم هي تقريبا دبل الكونسنتريشن اللي موجود ببكيت الدخان. بكيت الدخان فيه تقريبا 14 ملي جرام نيكوتين وهذا الحكي بمل واحد من الجوز. فبتاخدها ما حدا فينا بدخن مل، ما حدا فينا بدخن مل. يعني on average you smoke 2 mils a day، 2 مل باليوم، هذولا انت عم تحكي على 60 ملي جرام لو بتدخن ال 30. اوكي راح اخليك تعلق على هاي الشغله، اكيد حابب تعلق، بس بدي احكي لك دراسه حدا منزل لك اياها، حتى هم بيعطوك اياها، بحكي لك حسب وزاره الصحه البريطانيه وحط لك اللينك تبع الدراسه. حسب وزاره الصحه البريطانيه تحكي انه الفيب او السيجاره الالكترونيه اقل ضرر بنسبه 95%. ايش انت كنت تحكي عنه وحاط دراسه وبحكي هاي دراسه جديده؟ انت الحكي رديت عليه بس بحب ترد عليه كمان مره. احنا حكينا الارقام هذه اللي موجوده مش مبنية على دراسات، مبنية على قياس. يعني إحنا أصلاً ما مر علينا الوقت الكافي حتى نحكم. بدي أنا أتوجه مرة أخرى للجميع، إحنا كأطباء أمامنا مسؤولية كبيرة. أوكي. أنا ما بجوز أفتي في شيء من دون دراسة علمية. لما واحد يجي يسألني شو رأيك بالسيجارة الإلكترونية؟ أوكي. طب أنا عندي 500 نوع و 15 ألف نكهة، هل تمت دراستها بالكامل؟ لا. أوكي. إحنا الآن لما ظهرت أنماط المرض هذا الحالي المزمن الحاد مش المزمن اللي هو اللي بيأثر على الرئتين يتسبب بالوفاة، هاي الأنماط ما كانت معروفة لما كانت السلطات الصحية البريطانية بتتحدث عن 95% أقل ضرر. الآن
ندخل احنا على المواقع الصحيه، في الان مناداه من اليوروبيان ريسبيراتوري سوسايتي اللي هو جمعيه الامراض الصدريه الاوروبيه اللي هي جزء منها بريطانيا طبعا، يعني في هناك الان رسائل قويه باتجاه انه يا جماعه خلونا نتأنى، بدنا ادله علميه اكثر من هيك، احنا في عندنا حالات وفيات كبيره جدا، وبالتالي بحاجه احنا لدليل، مش نعطي هاي الارقام مره ثانيه. نرجع نحكي اذا كانوا بيحكوا عن 95% قبل حدوث هاي الجائحه من الامراض اللي ضربت عده دول في العالم، سواء كان في امريكا سواء كان في بريطانيا سواء كان الان في الاردن ومناطق عديده، يا ترى هذا الرقم الان اللي حكى عن 95% وين راح يحط لي اياه؟ عمر بيحكي بعد اسبوعين، يعني 15 نيسان هو بالتاريخ اللي حكى عنه، بعد اسبوعين بطبق 5 سنوات فيبينج، قبلها كنت اخلص باكتين يوميا من الدخان العادي، ونصيحتي لكل مدخن يجربها لانها رائعه وبتشبع المدخن الشره وبتحميكم من مصايب الدخان، والفارق اعرفه من تجربه 5 سنين وبحسه على جسمي. 5 سنين مدخن فيبينج زلمه وبحكي لك اموري تمام، شو رايك؟ اوكي، في ناس بتقعد عفوا يعني في لي قريب عمره قريب ال100 سنه وكان يدخن ريجولر سيجرت، صح، وعمره بحياته ما واجه مشكله. احنا هاي دائما نحكي وانا فعلا هذا الشيء بيختلف من شخص لشخص، مش معناته انه السجاير غير ضاره. بتعرف انا بشوفهم بالشوارع بكل مكان دكتور، بانه بكون بتصل لمرحله ان هو السيجاره بكل مثلا ساعه بعد غدوه بتشتهيها بتدخنها، ما هيك بنشوف الناس، بس انا عم بشوفها انه صارت يعني بين ايده متوفره دائما، وبحس انه بنفخ، وانا بسمع حدا مره حكى لي حدا بيحكي انا بنفخ، هي مجرد تنفيخ. شو رايك بهالشيء؟ اول شيء بدنا نحذر انها الان اصبحت منتشره جدا بين المراهقين، صح، وهلا راح احكي لك الدراسه. بدنا ننبه اهالي الشباب هذول، نعم، انه قد يدخن من دون ما يشوفوا دخان، وبالتالي ممكن هو يعتقد انه ابنه حاطط يو اس بي عنده على الكمبيوتر بيستعمله، ولكن هي حقيقة الفيب. بس بعطيك دراسة وانت بتحكي، دراسة جديدة هاي على هارفارد نازلة ومن ايام من ايام بتحكي بانه ريسنت ستدي، دراسة هذه بتحكي تقريبا 37% من الناس اللي بالهاي سكول وصل نسبة المدخنين 37% ل 2018، اللي هي اكثر من النسبة اللي كانت بالسنة اللي قبلها، وبيحكي لك ما يقارب 2.1 مليون احنا بنحكي تقريبا في امريكا الناس اللي في ميدل سكول بالهاي سكول مدخنين على سيجارة الكترونية. أكيد أرقام مرعبة وتخيل أنه هذا الحكي الآن بصير في بلد نجحت في خفض نسبة التدخين إلى أقل من 15%. طب هيك خربوا الدنيا حسب كلامك. فما بالك في الأردن، إحنا اليوم نحتل المرتبة الأولى عالميا في نسب التدخين، إحنا رقم واحد، 70% من الذكور مدخنين أو تجاوز 70%، فهذه أرقام مرعبة. فأيضا إحنا نستهدف جيل الشباب، في كتير ناس بفكر أنه النيكوتين ما إله ضرر، حقيقة النيكوتين له ضرر خاصة على الدماغ اللي في طور التكون. أوكي. شو بيعمل؟ بخل في عملية تطور الدماغ خاصة في المنطقة الأمامية. أوكي. بقلل التركيز، القدرة على الحفظ والتعلم، فبالتالي إحنا منوجه هاي الأداة الآن نحو الجيل الجديد اللي عم بيطلع عنا. أوكي. وللأسف اللي عم بصير هو موضوع الخلط، خلط السجائر العادية مع الفيبينج. يعني كمان إحنا الآن النمط العالمي أكثر شيء من الناس بيخلطوا التنين، فهو بفكر حاله أنا كنت أدخن باكيتين بس هلأ أنا أقلعت عن التدخين، يدوب بدخن 10 سجائر والباقي فيب. حقيقة هذا النوع والنمط من التدخين خطير جدا، والدراسات العلمية أثبتت أنه تركيز المواد السامة، طبعا إحنا في عنا الآن معروف أكثر من 30 مادة موجودة في الفيب نعرفهم الآن، وفي أرقام أكثر. الآن وجدوا أنه تركيز المواد السامة بما فيها المعادن الثقيلة، زي إيش؟ زي مادة الرصاص، اللي إحنا كلنا بنعرف أنه مادة الرصاص مؤذية وسامة جداً وخاصة على الدماغ وتؤدي إلى الخرف وا وا وا. فبالتالي هذه المواد تركيزها عم بيكون أعلى من الشخص اللي بدخن هاي أو هاي لوحدها. أوكي تمام، بدي احكي لك شغله بس قبل ما نختم بصراحه، بدي احكي لك كل حدا لما رتبنا مع الدكتور ومع الاطباء نطلع نحكي، لما رتبوا مع فريق الاعداد انا داخليا عشان اكون معك بمصداقيه مش كتير مقتنع بالحكي، ولانه هلا الدراسات بين بين لا، وبين انه هلا كتير ناس عم بروح بتوجه له مش عم بكون عندهم ضرر، بالرغم من اني طبيب وقرات، ولكن بحكي لا
بس فعلا انا اليوم كنت حاب اكون بهذا الحوار حيادي، وحكيت لك قبل راح اكون حيادي، بس انا جدا انا شخصيا اقتنعت بالحكي اللي انحكى، وواجب علي انا كطبيب واعلامي اقنع كل حدا، وانا بوعد من هون انه كل حدا بشوفه بكل مكان زي ما انا كنت قبل بشوفه، ممكن كنت بقول لهم روحوا لإلها. أكيد. ان شاء الله نقدر نكون من خلال هالمنصه ومن خلال كل حدا عم يشوف نقول له لا ابعد عنها، لانه انا سمعت قصه هون وسمعت شيء علمي هون. احنا عندنا بالطب زي ما حكى الدكتور في عندنا ايفيدنس بيس ميديسن، يعني عندنا شيء دراسات وتجارب علميه موجوده، وعندنا التجارب موجوده بقصه كانت موجوده معنا بالاضافه للدراسات اللي كلها عم تطلع هلا اليوم. أشكركم كثير. من هون بدنا نحكي لكل حدا عم بتابعنا، سواء كانت من الحكومه سواء كانت من اي مؤسسات، انه ضرر السجائر الالكترونيه عم بينتشر اكثر، واحنا بنحكي حكي وبنجيب قصص لحتى توصل الرساله لكل حدا فيكم. احنا لا مع الدخان ولا مع السجائر الالكترونيه، عشان ما تحكوا ان احنا بنشجع، اترك الدخان اصلا، الدخان ما بدنا اياه ولا بدنا السجائر الالكترونيه. وبتمنى ان كل حدا ينشر هالفيديو لحتى توصل الرساله الطبيه لكل حدا عم بتابعنا. هدفنا الاساسي هو نشر المعرفه الطبيه، نشر الفائده الصحيه لكل حدا فيكم. نتمنى لكم دائما دائما السلامه. بدي اشكر عن جد كمان مره جرأتك دكتور انك كنت موجود معنا وطرحت هاي الرساله. دكتوري صحيح. كمان شكرا كثير لك دائما بتكون موجود معنا، وشكرا لانك اليوم كنت برضو جريء بطرح المعلومات اللي حكيتها. شكرا لكم. راح اشوفكم ان شاء الله بفقرات قادمه، والسلام عليكم.